ديفايس، والجهاز الآخر هو إلكترونيك ديفايس. إحنا عندنا بالمختبر هذا الفوق اللي هو الميكانيكال ديفايس، إذا تشوفون هذا الشكل الأسطواني وبتدريجات مدرج، هاشين التدريجات هيتقيس لنا الفوليوم اوف اير، تمام، حجم الهواء. وده تشوفون هذا الخرطوم، وبنهايته هذا الماوث بيس اللي هو راح نخليه احنا بالماوث. ايش راح نسوي احنا؟ هذا الجهاز راح نسوي بلوينج اوت للاير، يعني انفخ بيه، عملية الاكسبيريشن اللي هي عملية الزفير. وهنا اكو فد مؤشر حيرتفع على هذه التدريجات، ايش قد اني دافعة من الهواء، راح يقيس لي عن طريق هذه التدريجات الفوليوم اوف اير اللي اني دفعته. زين، نرجع على الريسبيراتوري فوليومز، عندنا عدة فوليومز راح نقيسها، اللي هي بالنهاية المجموع النهائي نسميه الريسبيراتوري فوليومز. The total capacity of the lung is divided into various volumes and capacities according to the function of these in the intake or exhalation of air. خلوا بالكم احنا ايش عندنا؟ عندنا volumes وعندنا capacity. volumes هسه راح نعرف انواعها، كل نوع هو شي يمثل. اما الكباسيتي، من اقول لكم كباسيتي خلوا بالكم الكباسيتي هي عبارة عن مجموع الفوليومز، اما التوتال توتال كباسيتي فهي مجموع الكباسيتي اللي عندنا زائدا المجموع الفوليوم اللي عندنا. For a proper understanding of respiratory process it is necessary that you became familiar with these volumes and capacities. The average total lung capacity of adult human male is about 6 liters. إذا قابلية اللنج مالتنا طبعا للشخص البالغ الميل هي 6 liter. But only small amount of this capacity is used during normal breathing. ليش احنا يعني قابلية الرئة مالتنا كلش كبيرة وتستوعب اير هواية، لكن احنا خلال التنفس مالتنا راح نستعمل جزء كلش بسيط من الاير، يعني احنا من خلال عملية الزفير من حنطرح هواء اللنج مالتنا ما راح تفرغ، لا، وانما حتبقى بيها كمية من الاير حتى يصير تبادل هوائي بينها وبين الار بي سي الموجودة بالجسم مالتنا. فلهذا يعني الكمية الهواء اللي احنا راح يعني نستخدمها اثناء التنفس هي جزء بسيط من كمية الاير الموجودة باللنج مالتنا، وجزء بسيط من الكباسيتي من اللنج مالتنا. The average human respiratory rate is من 30 إلى 60 breaths per minute at birth, decreasing to 12 إلى 20 breaths per minute in adult. هذه هنا الـ respiratory rate، ركزوا الـ respiratory rate سرعة التنفس، تشوفون هي من 30 إلى 60 وين؟ الطفل اللي هو هستوى ينولد، بينما بالشخص البالغ أشو السرعة مالته أقل من 12 إلى 20. ليش؟ لأنه هذا الطفل عند الولادة تكون اللنج فانكشن مالته ما مكتملة، فلهذا يقوم يتنفس بسرعة حتى يوصل أكبر كمية ممكن من الأكسجين إلى جسمه. أما الشخص البالغ فالرئة مالته وظائفها كلها مكتملة، فيقدر يتنفس يعني بمعدل أقل. The total amount of air one's lung can possibly hold can be subdivided into four volumes defined as below. هسه راح تشوفون كل فوليوم اسمه وشنو يعني. عندنا أول واحد اللي هو tidal volume، tidal volume اللي هو الرمز مالته TV. Is the volume of air inspired or expired with each normal breath, and it is about 500 ml in average young adult man. يعني شنو؟ التايدل فوليوم هو حجم الاير، الهواء اللي اتنفسه خلال عملية الانسبيريشن اللي هو الشهيق والاكسبيريشن اللي هو الزفير بالحالة الطبيعية. هسه احنا من دا نتنفس بلا ما احد يحس بينا، ولا احنا نحس بنفسنا، ولا بدون اي جهد. فهذا التنفس الطبيعي بدون اي جهد، كمية الهواء الداخلة للنفس او كمية الهواء الخارجة
نلاقي أثناء التنفس الطبيعي وبدون أي جهد نسميه تايدال فوليوم، واللي هو يشكل لي 500 مل. تشوفون طلاب هذا الفيجر الجوه، هذا الفيجر الجوه طبعا يحسب لكم كل أنواع الفوليومز والكباسيتيز. من تقرون كل فوليوم ارجعوا عليه جوه وشوفوه. هسا النوع الثاني اللي عندنا The Inspiratory Reserve Volume. The Inspiratory Reserve Volume شنو يعني؟ Is the extra volume of air that can be inspired over and beyond tidal volume and it is about 3000 milliliter. شنو معناته؟ من اسمه inspiratory reserve volume يعني يقيس لي volume of air خلال عملية inspiration، خلال عملية inspiration اللي هو الشهيق. لكن هنا شنو اختلافه؟ راح يكون شهيق بقوة ويا effort. قبل شوية قلنا tidal volume هو التنفس الطبيعي مالتي بدون effort، أما هنا من inspiratory reserve لا، هذا أسحب بقوة شهيق كامل بحيث تنترس مالتي الرئة. هنا أنا يشكل لي الفوليوم مالته 3000 مليليتر. نجي على النوع الثالث اللي هو الإكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. Is the amount of air that can be expired after the normal tidal expiration, which is about 1100 مليليتر. هذا طبعا من اسمه expiratory reserve volume يعني ال volume of air خلال expiration. اوكي، لكنه هذا همين كمية الهواء الخارجة من عندي خلال expiration، لكنه ويا effort ويا جهد، يعني انفخ بقوة افرغ الرئة مالتي كليته. هسه واضح الثلاث انواع. النوع الاول tidal volume قلنا حجم الاير اللي يدخل اللنج مالتي واللي يخرج من عندها اثناء التنفس الطبيعي. الثاني نوع اللي هو inspiratory reserve volume هو حجم الاير اللي يدخل الى اللنج مالتي لكنه شنو يكون تنفس شهيق بقوة. الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم هو حجم الاير اللي راح يخرج من اللنج مالتي لكنه شنو اسوي عملية الاكسبيريشن الزفير ايضا بقوة. نجي على النوع الرابع اللي هو residual volume. Is the volume of air still remaining in the lungs after the most forceful expiration, which is about 1200 milliliter. يعني هسه أني من أسوي expiration اللنج مالتي حتفرغ؟ لا ما حتفرغ، راح أني صحيح طلعت فد فوليوم معين من الهواء لكنه بقى جزء من الهواء داخل الرئة مالتي. هذا الجزء المتبقي بعد عملية الإكسبيريشن، طبعا الإكسبيريشن اللي هو أدفع بقوة، يعني إيش قد ما عندي من طاقة من دفعت بالإكسبيريشن راح يبقى عندي أيضا جزء من الإير باللنج مالتي ما يطلع، فهذا الجزء مالت الإير الموجود هو نسميه residual volume اللي بقى باللنج مالتي واللي يشكل لي 1200 مليليتر الحجم مالته. This volume cannot be measured directly by spirometer. طبعا ما اقدر اقيسها بالسبيرومتر. السبيرومتر قلنا هو جهاز انا راح انفخ بيه اما بتنفس طبيعي واقيس الفوليوم مالته الاير اللي انا دفعته، او اسوي مثلا forceful expiration يعني ادفع بقوه واقيس ايش قد انا دفعت من الاير. هاي مبينة واضحة، أقدر أقيسها بالجهاز، هو أكو كاليبريشن راح يقيس لي زين كمية الهواء الباقية عندي باللنج داخل اللنج مالتي شلون يقيسه، فطبعا ما راح يقدر يقيسها هذا يعني جهاز سبيروميتر اللي نستعمله إحنا بالمختبر. Therefore an indirect method must be used usually اللي هي helium dilution method. أكو في طريقة خاصة يسموها الهيليوم dilution، هي هاي يستخدموها يقيسون بها residual volume. هاي طبعا ما عندنا احنا يعني ما نقيسها بالمختبر، هاي لها اجهزة خاصة. هسا واضح دول الاربع انواع مالت الفوليوم كلش مهمة تحفظون
يعني مالتها كل واحدة التعريف مالتها ايش تعني. نجي على الكباسيتيز، يعني بالبداية قلت لكم من يقول لكم كباسيتي خلوا ببالكم يعني مجموع الفوليوم، كل كباسيتي إلها اسم وإلها معادلة خاصة. نجي لان كباسيتيز in addition to four volumes which don't overlap there are four capacities، أيضا عندنا أربع أنواع من الكباسيتي which are combined of two or more volumes. نجي على النوع الأول اللي هو inspiratory capacity، المعادلة مالتها هي مين تجينا inspiratory capacity، هي مجموع tidal volume زائد inspiratory reserve volume، وهذه أرقامهم عندنا 3500 مل، هي هاي الانسبيراتوري كاباسيتي. هذه المعادلة مالتها طبعا تنحفظ، والتعريف همين ينحفظ كلش مهم. تعريفها هي شنو؟ This is the amount of air that a person can breathe beginning at the normal expiratory level and extending the lung to the maximum amount. يعني الشخص هستوى مخلص الاكسبيريشن، هستوى مخلص التنفس الأخير، يسحب بقوة، يسحب بقوة إيش قد عنده من طاقة، أوكي، هي راح لنانا نحسب بيها الـ inspiratory capacity، واللي هي جاية من مجموعين الـ tidal volume والـ inspiratory reserve volume. نجي على النوع الثاني اللي هو the functional residual capacity. الريزيدوال كاباسيتي جاية من اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم بلس ريزيدوال فوليوم، واللي هي قيمتها 1100، 1100 عائدة لمن؟ للاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، زائدا قبل شوية قلناها ريزيدوال فوليوم هي 1200، مجموعها 2300 مل. This is the amount of air remaining in the lung at the end of normal expiration. هاي الـ residual capacity ايش تعني لنا؟ تعني لنا كمية الـ air اللي حتبقى باللنج مالتي بالـ normal expiration، بالتنفس الطبيعي اللي هو بدون أي جهد. نجي على النوع الثالث اللي هو الـ vital capacity. الـ vital capacity جاية عندنا من اللي هو inspiratory reserve capacity زائداً الـ tidal volume زائداً expiratory reserve volume، وهاي كل وحدة قيمتها ومجموعها النهائي هي 4600 مل. This is the maximum amount of air that a person can expel from the lungs after filling the lungs first to their maximum extent and then expiring to the maximum extent. يعني هذا شنو الـ vital capacity؟ تعني لنا إيش قد أني أقدر يعني أدفع هو ميت شنو دينك تفمي اللغماتي ممتاز، وأدفع ما أقدر أسوي إكسبل لغماتي فمتي هو الكباسيتي. نجي على الرابع هو total lung capacity، هاي من ال vital capacity، بتدخل وحدة الكباسيتي قبل بقية بس مجموع الفوليوم، total capacity هي من ال vital volume، واللي هي حسب أرقامهم اللي منطينا إياها مجموعها 5800. This is the maximum volume to which the lungs can be expanded with the greatest possible inspiratory effort. هاي قابلية اللنج ماتي إيش قد تستوعب وأني مسوية شهيق يعني قوي، إيش قد قابليتها أن تتوسع وأن تستوعب الأير. فكل وحدة من الفوليوم ومن الكباسيتي تحفظون مالتها المعادلة وتحفظون الأرقام مالتها والتعريف مالتها كل وحدة إيش تعني. دكتورة، وين المخطط نحطه؟ شنو يعني المخطط. المخطط؟ لا فهم،
تمام. هو مؤشر لكم بالمخاطط يعني بالسهم الأحمر على كل نوع، بس مجرد أنهم بين لكم إياه بصيغة مخطط، مثلا المجموع مالته قيمته بالفوليوم، فتطلعون عليه ويا كل فوليوم من تقروه. نجي على البيك اكسبيراتوري فلو. شنو معنات البيك اكسبيراتوري فلو؟ is the maximum or peak rate velocity. هسه قبل شوية احنا بالسبيرومتري كنا نقيس الفوليوم الحجم مالت الاير، هنا لا راح نقيس السرعة مالت الفيلوسيتي واللي هي تكون لتر بير منت. هنا كنا لانه فوليوم قسناه بالملي لتر، هنا السرعة طبعا تكون لازم بير منت. With which air is expelled with maximum force after a deep inspiration. تشوفوا هذا بالصورة، هاي جو عندكم هذا الجهاز، هذا أيضا هم موجود عندنا في المختبر. يعني واحد يتنفس وبعدين يخلي الماوث بيس، هاي مثل ما هاي الصورة البنية خلته، ويدفع قد ما يقدر من الهواء. هاي هنا بيها أيضا تدريجات راح يحسب لي سرعة الدفع مالتي. It can be measured by right peak flow meter. The maximum expiratory flow is much greater when the lungs are filled with a large volume of air than when they are almost empty. طبعا أنا مثلا من دا أتنفس طبيعي، يعني اللنج مالتي مثلا خلينا نقول فارغة وأدفع، راح تكون السرعة مالتي أقل، بينما من آخذ مثلا deep breathing نفس قوي وبعدين أدفع بقوة، السرعة مالتي راح تطلع طبعا أكبر بهواية. إذا احنا الجهازين عندنا نقيس بيها ال expulsion of air يعني الزفير، اللي هو السبايرومتر كان يقيس لنا الفوليوم، والبيك فلو ميتر يقيس لنا الفيلوسيتي. نيجي هنا السؤال، is spirometry the same as peak flow reading؟ No. A peak flow meter is a small device that measures the fastest rate of air that you can blow out of your lungs. قلنا راح يقيس لنا أسرع سرعة اللي هي نقدر بها أن نطرح الأير إلى الخارج. Like spirometry, it can detect airways narrowing. It is more convenient than spirometry. هو حي طبعا حيكون أسهل استخدامه. And it is commonly used to help diagnose asthma. احنا هاي الأجهزة اللي احنا نستخدمها مو مستخدميها هيك، دي نسوي احنا lung function test، اكيد احنا نريد نستخدمها بال diagnosis of disease. احنا دا تشوفون احنا كل التستات اللي دا نسويها حتى لغرض diagnosis. نجي على normal range of peak expiratory flow. فنشوف هنا normal value طبعا تختلف حسب أطوال الأشخاص. هذا عندكم تيبل وتشوفون الشخص هنا كل ما طوله يزيد البيك اكسبيراتوري فلو ريت ما يزيد. شوفوا هنا من كان طوله 120 أول رقم كان 215، شوفوا آخر رقم شخص طويل طوله 180 البيك اكسبيراتوري فلو ريت مالته تكون 500 أسرع. ليش؟ لأن الشخص الطويل المصل ماس مالته كبيرة، يحتاج إلى تنفس أكثر، يعني جسمه يحتاج إلى أكسجين إلى طاقة أكثر، فطبعا حتى كمية الهواء الداخلة وكمية الهواء الخارجة حتكون أكبر، وقابليته على الدفع سرعة الإكسبيريشن هم تكون أعلى. عندكم هاي معادلة جوة نقدر نحسب من عندها البيك إكسبيراتوري فلو ريت اللي يسوي لنا الهايت ناقصا 80 في 5. هاي همين تحفظ، يعني احتمال تجيكم مسألة عليها. خلينا نشوف factors affecting lung volume. Several factors affect lung volume, some that can be controlled and some that cannot. These factors include طبعا larger volume وعندنا smaller volume. شنو العوامل اللي تأثر على حجم اللانج مالتي؟ خلينا نشوف هنا الميل مالتهم اللانج تكون أكبر من الفيميل. ليش؟ لأنه الميل دائما المصل ماس مالته أكبر من الفيميل، فيحتاج أكسجين أكثر ولهذا اللانج مالته أكثر. التولر بيبل هسه مثل ما قلنا الأشخاص الطوال تكون اللانج مالتهم أكبر من الشورتر بيبل،
بعدش عندنا النان سموكر، الأشخاص اللي هم الهيلثي اللي ما يدخنون، طبعا الفوليوم مالتهم تكون صحية وتكون أكبر، بينما الهيفي سموكر طبعا صار عندهم تليفات وصار عندهم أمور ثانية، هذا كلها الصغر من حجم الفوليوم مالته مالت عفوا اللانج والكباسيتي مالتها. زين بعد عندنا بروفيشنال أثليتس، اللانج مالتهم حتكون أكبر، ليش؟ لأنه الرياضي طبعا يلعب رياضة، الجسم ما تحصر بعضلات، يحتاج طاقة أكثر، أكسجين أكثر، فهي تتوسع اللنج تكون أكبر، على عكس الأشخاص اللي اعتيادي. من نقارن اللنج مع شخص اعتيادي ورياضي، نشوف الرياضي تكون أكبر. ال people living at high altitude وال people living at low altitude، يعني شنو؟ الأشخاص اللي يعيشون مثلا بالهاي altitude بالجبال تكون اللانج مالتهم أكبر من عندنا اللي إحنا مثلا عايشين بالسهل الرسوبي، واللي تكون يعني الأرض مالتنا وهي مستوى سطح البحر. ليش؟ لأنه واحد كل ما يصعد عن مستوى سطح البحر، البارشال براشر للأكسجين حيقل، الأكسجين راح يقل. فهذول جماعة الجبال يعني الأكسجين عندهم يكون يعني قليل، لأنه يعني عايشين مرتفعات، يعني اللانج تحاول أن تتكيف ويا هذا الشيء، تحاول أن تحصل على أكبر كمية ممكنة من الأكسجين، فتكون اللانج مالتهم أكبر. زين هسه نجي على الريستركتيف اند اوبستراكتيف والمونري ديزيز، هاي اللي الأمراض اللي ممكن أنه نشخصها بهذا اللانج فانكشن تيست. عندنا نوعين، البولمونري فانكشن تيست برايمري ديتكت تو ابنورمال باترنز، اللي هي اوبستراكتيف فنتيليتوري ديفكت، اللي هو يكون مثل اوبستراكشن انسداد او عرقلة، مثل ليش؟ مثل عندنا الأزمة جماعة الربو، او يولا كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز، امراض الجهاز التنفسي تكون المزمنة اللي يعانون من انسداد او عرقلة بخروج الاير من اللانج. There is obstruction to the outflow of air. هي المشكلة مالتهم شنو؟ مو بالتنفس، مو بسحب الأكسجين، المشكلة مالتهم بالإكسبيريشن. أكو فد obstruction، يعني الثاني العفو اللي هو الكربون دايوكسيد ما دا يطلع، عملية الزفير يصير بيها صعوبة. The main feature is the decrease in expiratory flow rate through expiration. وهو مثل ما قلت لكم يعني مشكلتهم بالإكسبيريشن، ولهذا الإكسبيراتوري فلو ريت تكون عندهم قليلة، هاي جماعة الأوبستراكتيف ديفكت. نجي على النوع الثاني اللي هو ريستركتيف كونستركتد فنتيليتوري ديفكت، هذول ما عندهم أوبستراكشن، وإنما شنو يصير عندهم مثل الكونتراكشن أو تضيق بالفوليوم، يقلل من حجم مثل الرئة، يقلل من حجم الإيرواي، such as interstitial fibrosis and chest wall deformities. هاي شنو ال interstitial fibrosis؟ صار عندنا تليفات مثلا بالرئة، من هاي طبعا تصير تليفات راح الرئة يصير سمك وراح يقل حجم اللانج، أو مثلا مرات تشوهات في الشيست بالأضلاع، أو مثلا ورم مثلا موجود راح يأثر يدفع اللانج مثلا ويضغط عليها فيأثر لنا على الفوليوم مالتها، فنشوف انه that reduce the air in the lung. هنا يقولنا بهاي الحالة there is no obstruction to the outflow of air، ما يعانون هم من المشكلة بالإكسبيريشن أو وجود عرقلة بالإكسبيريشن، وإنما the main feature هي reduced lung volume، مشكلتهم الرئيسية أنه حجم اللانج هو ده يقل. اوكي هنا أنا يقول السؤال is there any risk in having spirometry؟ شفتوا انتو هذا الجهاز، مجرد احنا هذا الخرطوم نخليه بالماوث مالتنا وراح ندفع هواء، احنا نشوفه بصورة عامة هو طبعا سيف ما في مشكلة، بس خلينا نشوف شنو الحالات اللي يكون عندنا بيها مشكلة. Spirometry is a very low risk test، يعني سيف، however blowing out hard can increase the pressure in your chest, abdomen, and eye. So you may be advised not to have spirometry if you have الحالات التالية.
احنا قلنا اني سواء البيكوفلوميتر او السبايرومتري حطيته اني بالماوث ومجرد دفعة هواء. لكنه شنو المشكلة؟ المشكلة احنا من نسوي مثلا هذا الفورسفول اكسبيريشن، هذا راح يصير عندي بريشر، راح يضغط. مثلا اذا واحد عنده مشكلة مثلا بعينه، مسوي عملية مثلا، اي حالة مرضية مثلا اذا بها جهد اثر عليه، طبعا هاي حيكون ريسك. هسه مثلا عندنا اول حالة الانستيبل انجينا، دول جماعة الانجينا اللي يسموهم الذبحة الصدرية، يعانون مشكلة دايما ما يوصل للهارت مالتهم، يعني المفروض يكونون على طول مرتاحين، أي جهد راح يسووه راح يأثر عليهم، يعني بلاد بعد ما يوصل للهارت يصير عندهم ذبحة صدرية، فهذا من ينفخ بقوة هذا جهد مسلط عليه، فطبعا هنا عندنا ريسك. عندنا الحالة الثانية اللي هو هذا الريسنت نيوموثوراكس، اللي هو هنا الهواء راح يصير تحت التشيست وول، يعني مو بمكانه باللنج الطبيعي نتيجة تشوهات بالتشيست وول. عندنا مثلا دول هاد ريسنت هارت اتاك او مثلا ستروك، هذول اللي عندهم جلطات وامراض القلب، هذول طبعا ما يصير يتعرضون لاي جهد. اللي عنده ريسنت اي او ابدومينال سيرجري، يعني اذا واحد مسوي عملية العينة، مسوي عملية مثلا بالابدومن جديدة، وهستوى مثلا مسوي خياط، المفروض مثلا على الأقل فد 10 أيام يكون مرتاح وبدون أي جهد حتى يعني الخياط يلتحم. أما إذا هو هسه مسوي عملية وراح يسوي forceful expiration بهذا الجهاز، حتى الخياط ممكن أن ينفتح. ال cuffed up blood recently and the cause is not known، إذا واحد يعني كان يسأل ومع السؤال ما تبي بلاد، هذا ما يصير يستخدم الجهازين، هذا ما دام السؤال ما تبي بلاد يعني احنا اكيد عنده مشكلة بالجهاز التنفسي، او قد يكون المرض السل الرئوي، اللي هذا طبعا ما يصير يستخدم هذا الجهاز. اولا حينقل العدوى، وبنفس الوقت يعني راح يأثر على الايروي مالته، فما يصير يستخدمه بهاي الحالة. نجي على البروسيجر. احنا البروسيجر طبعا هذا المختبر هو فقط هذا اونلاين، ما راح نعطيكم اياه حضوري. يعني تعرفون هو الجهاز طبعا لازم من واحد لواحد يستخدمه بالتنفس، واحنا ما نقدر على مود كورونا، بس ناخذ فكرة عامة بسيطة عن البروسيدر. مثلا هسه عندنا اول شيء التايدال فوليوم، خلينا نشوف شلون راح نستعمل هذا الجهاز. سيت السبايروميتر دايل از زيرو، هذا المؤشر اللي هو راح يقرانا الفوليوم قبل ما نبدي نصفره. take normal inspiration، ناخذ inspiration طبيعي بدون اي جهد. place your mouth over the mouthpiece into spirometer، نخلي الماوثبيس بحلقنا. you will to make a conscious effort not to exceed your normal volume، راح ادفع اسوي عملية expiration لكنه بدون اي effort اللي هو normal expiration مالتي. هذا النورمال اكسبيريشن من دفعته رأسا هذا الكاليبريشن مؤشر حيصعد وراح يقرأ لي قد اني دفعت من الاير، يسجل لي الفوليوم مالته. نجي على النوع الثاني الاكسبيراتور ريزيرف فوليوم، شلون راح اقيسه؟ عادي طبعا همين راح اجي اصفر الجهاز قبل ما ابدي، اخلي الماوث بيس بحلقي، اسوي اكسبيريشن طبيعي، بعدين ادفع بقوة قد ما اقدر، مش قد ما اقدر ادفع اكسبيريشن، راح يقيس لي الحجم مالت الاير بالجهاز. النوع الثالث الفايتال كاباسيتي، نفس الشيء قبل ما نبدي نصفر الجهاز. inhale as deeply as possible، place your mouth over the mouthpiece، hold your nose and exhale into spirometer with a maximal effort. هنا أنا بالفايتال كاباسيتي ايش راح اسويه؟ اول مرة راح اسحب في الشهيق كلش قوي، احبس الهواء، اخلي الماوثبيس بحلقي، اسد النوز حتى لا يطلع الهواء من النوز، وادفع ايش قد ما اقدر بقوة حتى يسجل لي ماكسيمال فوليوم من الهواء اللي اني دافعته. نجي على النوع الاخير اللي هو الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم inspiration capacity،
يقول هاي حنحسبها from the three previous volume measurement you can calculate the inspiratory reserve volume and inspiration capacity. هي تعطيكم معادلات، مثلا أنا أقدر أعطيكم مثلا واحد مثلا volume واحد وكباسيتي، أنتوا تعرفون مثلا الكباسيتي هذه المعينة هي نتيجة مثلا هذا الفوليوم بلس الفوليوم الثاني، فأنا أعطيكم مثلا كباسيتي واحد من الفوليوم وطلعوا لي الثاني وهكذا. طلاب اللي هنا أنا انتهى المختبر، أكو أحد عنده سؤال؟ طبعا احنا قلت مثل ما قلت لكم المختبر الجاي ماكو حضوري، بس احنا نريد نسوي لكم كويز حضوري، تقدرون يوم الاثنين لانه الاحد حتكون عطلة رسمية، جروبات الاثنين والثلاثاء تقدرون لو عندكم مثلا كويزات دكتورة حتى نتفق على موعد معين. دكتورة بالنسبة يوم الاثنين عندنا احنا كوز مايكرو، يعني صرنا كوزين عندنا ما نقدر شيء. زين إذا كويز واحد شنو المشكلة يصيرون اثنين؟ عندكم مثلا جمعة وسبت وأحد. دكتورة احنا الثلاثاء عندنا كوزين مايكرو فيزياوية. زين تمام، بعدين إن شاء الله أتفق ويا ممثل المرحلة، شوفوا الجدول مالتكم هاي وشوفوا شلون نراحمها وأبلغكم إن شاء الله على الكلاس روم. إذا أحد عنده سؤال أنا موجودة.